نجاح التحرك اليوم هو لمركزية، يعني كل منطقة عم تحرك تبعها كأنه ناسيين مع بعضهم بدون ما يكونوا ناسيين مع بعضهم. هيدي القوة والعظمة تبع التحرك، لأن كل منطقة انتفضت على مسؤولين، على حكام، على نواب، على الوزراء تبعولها، ومشان هيك نجحت. الشغلة الثانية، نحن هلا اليوم لازم نركز انه اليوم ينجح النهار ونحضر حالنا بكره. بكره نهار حاسم بتاريخ التحرك، عشان هيك لازم بكره كل مره تحافظ على مركزيتها اليوم. بس بكره بدنا نجي كلنا سوا نصب هون لحتى ننجح التحرك ونسمع صوتنا، صوت كبير عالي. الحكومة الحالية لازم ترحل لبلد أيضا، الشعب اللي انتفض على الحرمية كان محل حكومة طوارئ وابن مشاري طبعا وابن زهرة صعد على إجري، ومن بعد نبلش نخطط لنشوف كيف فينا نستخدم التحرك هيدا اللاطائفي ولا مناطقي، كيف فينا نترجمه لتغيير بنيوي بلبنان يخلينا كلنا نعيش بهالبلد بحرية وأمان وكرامة. بالاسم يا شباب، بالاسم بالاسم. بس سؤال، بدنا نوصل رسالة قدام السرايا الحكومة والبترول والشر وكل المناطق اللي بس بدي احكي كلمه لو سمحتوا. نحن هلا بالاسم نحكي على اساس هيدي الصوره، مضبوط؟ عندك قاعده شعبيه بدات فيها بعد اذا منتظر ثلاث اشياء. كيف واحد لا مركزيه لانديه وقدريه موصله، كل منطقه تدير حالها بشكل يكون منسقه ونقلها ان شاء الله المره الجايه. اذا بدك تلاقي منطقه ومنطقه بتكون رفاهيه للمجتمع تبعها. بدنا نعمل نشتغل نسير في لبنان وطن محير، نثبت الحياة الإيجابية لحتى نقدر نقول لأخواننا بالوطن الأجهزة الأمنية معنا السلبي. يا وطن مع كل الناس ولكل الناس، بس ما حدا يجرنا بقى على مشاكل وحروب. كلنا على الوطن. شغلة الثانية، شغلة الثانية، أنتم تفضلوا معي يا أخوان أمنيين، أخواننا بقى نفضل أمنيين عن الدولة لحتى كل واحد يقدر يتعاطى مع الإنسان الآخر من دون ما يكون مربط بيد تربيته. Yeah.